طيب الله اوقاتكم مشاهدي برنامج مرابط سبور اينما كنتم اينما حللتم. هذه تحياتي حمود عمر وحلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي مرابط سبور. اذكركم بان حلقه الليله سنسلط الضوء فيها على جديد اخبار بطوله كاس رئيس الجمهوريه، الى جانب ايضا جديد المنتخبات الوطنيه وتعيين صال وتجدي على قائمه المنتخب الوطني للمحليين. وأذكركم أيضا بأن ضيف حلقة للبرنامج رابط سبور هو رئيس الاتحاد الموريتاني للكينغ بوكسينغ علي الشيخ الحنان. نرحب بك برنامج رابط سبور لأول مرة. مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة، سنعود إليك إن شاء الله بعد دقائق قليلة من الآن. نبدأ ببطولة كأس رئيس الجمهورية هذه السنة، نسخة مغايرة لنسخ بطولة كأس رئيس الجمهورية في السنوات بالإمكان نقول الثلاثة الماضية. سقوط الكبار أفسن وذبو يسقط على يد نادي الكدية من مدينة الزويرات هناك، إلى جانب طبعا العميد الإكسار والكونكورد وتفرق زين الذي سقط على يد نادي جاها. لا أحد كان يتوقع إطلاقا بأن هذه الأندية الأربع ستغادر بطولة كأس رئيس الجمهورية، بينما الأندية الأخرى التي بقيت تصارع على رأسها الأندية المغمورة خاصة نادي جاها القادم من القسم الثاني من بطولة الدوري الوطني، وصعد هذه السنة إلى بطولة القسم الأول من الدوري الوطني وقدم الكثير. طبعا الكونكورد والآخر سقط من بطولة كأس رئيس الجمهورية، إلى جانب الشرطة الوطنية هو الآخر الذي سقط على يد نادي تجيكجا، بينما أفسن وذبو كما أسلفت سقط على يد نادي الكدية من مدينة الزويرات هناك في ملعب الزويرات. وهنالك طبعا حادثة الحافلة التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة إن شاء الله بتفصيل. إذن بطولة كأس رئيس الجمهورية هذه السنة مغايرة للنسخ الماضية من بطولة كأس رئيس الجمهورية، هذا يدل على شيء، يدل على أن الفرق المغمورة باتت لديها مكانة في بطولة الدوري الوطني ولديها أيضا مكانة في كأس رئيس الجمهورية. لذلك نسخة هذه السنة من بطولة كأس رئيس الجمهورية قد تذهب إلى خزينة نادي لم تدخل خزائنه قط طيلة تاريخه، وذلك يدل على شيء، يدل على الأندية التي تأهلت هذه السنة وعلى رأسها نادي جاها من مقاطعة الميناء. نتحول إلى الخبر الثاني طبعا، وهو أكاديمية نادي أفسن وذبو التي أعلن عنها هذا المساء في تونس ويلم، التي أعلن عنها هذا المساء الفرع الخاص بالنادي البرتغالي أفسن وذبو الذي ينتهج سياسة الأكاديميات في مدن الداخل وفي العاصمة نواكشوط بالتحديد. لنشاهد انطلاق هذه الأكاديمية. Encourager à les gens à répéter ça partout parce que c'est une initiative magnifique. On félicite ce FC Nouadhibou. Je vais être les clubs, les centres de formation. C'est une chance pour nous. Je vais être les gens qui ont vraiment عاطي فرصة فريمون كبيرة للشباب على انه ياك في المستقبل نقدوا المواهب كانوا نقدوا يشافوا. نحن باعة تلاميذ هون شاكرين الطفل اللي قال ابراهيم اللي مصور في السين وذيبو، الذي المبادرة اللي قام بها من اجل هذا التلاميذ باش من الاطفال اللي قام لهم بهذه المبادرة اللي تحفظهم من الشوارع وتحفظهم من ياسر من التطرف اللي ما ولايق. التعاون بين افسن وذيبو بين اكاديميه تونس ويلم تحت فكره ابراهيم والاخ بادو لاعب كينغ بالمناسبه، وبالتالي نتاج هاي الثمره اللي هي تتماشى مع البرنامج الكبير لافسن وذيبو اللي هي القاطره اللي تجر كره القدم الموريتانيه. تري كونتون دافوار اسيستي سيت انيسياتيف دو افسن وذيبو اي دو جون ابراهيم، دونك فريمون سي كيك شوز ا انكوراجي اي ا سوتينير كوا.
En fait, je suis là pour saluer l'initiative du jeune Brahim pour cette belle, très belle initiative de former des jeunes et de les donner des opportunités que peut-être notre génération précédente n'a pas eu dans le passé. Mais Alhamdoulilah, il va centraliser les jeunes dans le football et ça peut les aider dans plusieurs domaines et ça aidera la Mauritanie aussi. Parce que c'est grâce à Austrick et je suis là. Je suis là pour Yassim Chib, je suis là pour Yassim Chib, je suis là pour ça. C'est pour ça que je suis là. إذا نتحول مباشرة مشاهدي برنامج مرابطون السبور إلى عفوا المخرج. إذا نتحول مباشرة إلى التعيينات الأخيرة في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، حيث اجتمع أعضاء مكتب الاتحاد الموريتاني لكرة القدم وأعلنوا عن مصطفى صل مدربا رسميا للمنتخب الوطني المرابطون، إلى جانب طبعا سيد أحمد التقدي الذي مساعد لباتيصال. طبعا باتيصال إذا أخيرا مدرب للمحليين، لا شك بأن مصطفى صل له نجاحاته مع المنتخب الوطني كلاعب، لكن كمدرب ربما يعني نجاحته تعد على الأصابع. تعادل آنذاك في السنوات الماضية مع المنتخب المصري، فاز على الصومال، لكنه مع المنتخب الوطني لم يقدم الكثير. هذا مصطفى صل. طبعا تعيين مصطفى صل أخيرا أثار زوبعة في الأوساط الرياضية الموريتانية، ما بين مؤيد ومعارض لتعيين مصطفى صل كمدرب رسمي للمنتخب الوطني المرابطون. البعض الآخر أيضا يراهن على أن مصطفى صل ربما إذا وجد الوقت الكافي ربما يحدث فارقا مع المنتخب الوطني المرابطون، لكن ما يؤخذ على هذا المدرب هو خياراته دائما غير صائبة في بطولة الدوري الوطني. البعض يقول بأن هناك بعض من الأسماء دائما ما تبقى خارج تشكيلة هذا المدرب وهي لديها الأحقية أن تكون ضمن المحليين. لا شك بأن مصطفى صل سيرى المنتخب الوطني كثيرا، خاصة المنتخب المحلي، ويعرف اللاعبين المحليين ويتابع بطولة الدوري الوطني جولة بجولة، بغض النظر طبعا أو عكس كورنتان مارتينز الذي لا يتابع بطولة الدوري الوطني. إذن على أي حال نتمنى مستقبلا أن يكون مصطفى صل يعني في يومه. شخصيا أراهن عليه ولا أراهن عليه، بالإمكان أقول بأن مصطفى صل هو سلاح ذو حدين، بالإمكان أن يصيب مع المنتخب الوطني وبالإمكان أن يخفق. تاريخه طبعا مع المنتخب الوطني التدريبي غير مبشر بخير، لكن يبدو أنه يعني حتى هذه اللحظة غير متوفر في السوق المحلي المدربين إلا مصطفى صل، هكذا كما أراد الاتحاد الموريتاني لكرة القدم. ولو أن البعض كان يريد يعني الاستعانة بمدرب من خارج دائرة المحليين، لكن ربما الظروف أو الموارد المالية للاتحاد الموريتاني غير قادرة على جلب مدرب أجنبي، ولذلك أعاد مصطفى صل إلى المحليين. يعني هو تدوير المدربين بالتحديد، لكن تقدي سيد أحمد والتقدي الذي يشغل مساعد المنتخب الوطني، مساعد مصطفى صل في المنتخب الوطني المرابطون، تقدي الذي كان مع الناشئين، طبعا كان مع منتخب الناشئين سيد أحمد التقدي لاعب قدم الكثير للمنتخب الوطني لا شك في ذلك، قدم الكثير خارجيا حين كان محترفا، لكن في المجال التدريبي سيد أحمد التقدي حتى هذه اللحظة لم يثبت مكانته كمدرب، نظرا إلى أنه لم يقدم ذلك الشيء على أرض الواقع مع منتخب المرابطون للناشئين. ولذلك أعتقد بأنه ما دام مساعدا لمصطفى صل ربما يريد منه الاتحاد الموريتاني كرة القدم أن يهيئه مستقبلا لقادم المحطات، لكن في الظرفية الراهنة أعتقد بأن تقدي ما دام لم يثبت الكثير مع منتخب الناشئين لا شك بأنه لن يضيف جديدا مع المنتخب الوطني المحليين. على أي حال المستقبل القريب هو الذي سيحكم على هذا الثنائي مصطفى صل والسيد أحمد والتقدي. نتمنى لهم التوفيق على أي حال، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المحليين، لكن المنتخب الوطني المحليين عقب مغادرة العجوز أنا ذاك باتريس نيفا إلى يومنا هذا دائما ما ينظر إلى الاتحاد الموريتاني بعين واحدة.
حتى هذه اللحظة، ولو أنه هو الركيز الأساسي للمنتخب الوطني الأول والمغذي الرئيسي للمنتخب الوطني الأول وكل ركائز المنتخب الوطني الأول، والمنتخب الأول يستمد قوته من المنتخب المحلي، وهذا يقودنا لبطولة الدوري الوطني وضرورة أن تكون بطولة الدوري الوطني بطولة قوية. إذن مشاهدي برنامج رابطون سبور، نتحول في هذه اللحظات إلى الحدث الأهم هذا الأسبوع والذي حدث في مدينة زويرات، مباراة الكدية ونادي أفسن وادي بو التي انتهت بفوز نادي الكدية بثنائية نظيفة في ملعب الزويرات، وعقب خروج طبعا نادي البرتقالي أفسن وادي بو من مدينة الزويرات هاجمه الجمهور، بينما إدارة النادي والعصبة هناك الجميع نفى بأن حافلة نادي أفسن وادي بو لم تتعرض لأي يعني اعتداء من طرف جمهور نادي الكدية. لكن طبعا هذه هي البداية، هذا ثقب للحافلة وهذا هي النهاية. إذن حافلة أفسن وادي بو هذا بالضبط هو اللي خلق لها ثقب أدى إلى سقوط الزجاجة الخلفية لحافلة نادي أفسن وادي بو. طبعا هذا أثار جدل، مثل هذه الأعمال أعتقد بأنه عمل مؤسف أن يحدث في الملاعب الوطنية. دائما نشاهد مثل هذه الأعمال، هذا النوع دائما نشوفه في الملاعب، نشوفه في كيهيدي، نشوفه في كل مدن الداخلية قريب هذا الشكل، ما قد شفناه مو في مدينة الزويرات لاعتداء على حافلة نادي. طبعا قيمة هذه الحافلة ما يزيد على 40 مليون أوقية، قيمة هذه الحافلة حافلة نادي أفسن وادي بو، بينما نادي الكدية طبعا حتى هذه اللحظة يقوم بحمل التبرع من أجل الحصول على حافلة خاصة بالنادي. كان هذا يعني في نوع من المفارقة، يعني تعتدون على حافلة بهذا الشكل ويقولون لك مجرد صبية لا شمل التركيز زرقوا هذه الحافلة. هذه الحافلة تم الاعتداء عليها في مدينة الزويرات وعقب هذه المباراة من هذا هون مفروغ منه. المهم منها دقت وهذه خسائر فادحة. ثانيا الكلام هنا طبعا موجه لنادي الكدية وموجه أيضا للجمهور، البعض يظن بأنني أنظر إلى الجمهور بنظرة سلبية، لا أنا لا أنظر إلى الجمهور نظرة سلبية، ودائما أزور الزويرات، زرتها في عديد المرات وأعددت عنها عديد التقارير وعديد الحلقات. غير هذا العمل عمل مشين. نحن نتحدث عن إدارة الكدية، إدارة الكدية بدلا من الجمهور يمشي يطارح 15 أياك يشري حافلة، هذه الإدارة يقدم لها من نادي سنيم، عفوا من شركة سنيم 25 مليون. هذه 25 مليون منين تمشي؟ 25 مليون ما تقدم لكم الا من ذي السنة، تقدم لكم من سنوات طوال، لا بطولة تذكر حتى في الكأس، لا بطولة الدوري الوطني. بدل من الجمهور يمشي يطلب 15 ياك يشري حافلة، هذا من الفضة منين يمشي؟ هذا من الفضة شاري حافلة بيس عادي من البيسات اللي يسافر فيهم، يشتري بعشر ملايين تشروه جديد، بهذا من الفضل تجربه من شركة سنيم، بالإضافة إلى دعم رجال الأعمال، رجال الأعمال في الزويرات دعموا هذا النادي، إذن الفضل منين تمشي؟ هذا هو السؤال المطروح، هذا هو السؤال المطروح حاليا. نادي الكدية يتدرب يتمرن بهذه الطريقة بهذا الوضع، نادي الكدية السنة اللي قبل الماضية يقول أنه ما تمشارك بطولة الدوري الوطني، ما تقاد، ما عنده باش، لماذا ما عندك باش؟ هذه الفضل منين تمشي؟ هذه 25 مليون منين تمشي؟ نقول نعرفه منين مشات هي 25 مليون اللي تجي تقبلها إدارة الكدية، هذا من الفضل يعطي رجال الأعمال مدينة الزويرات، هذا منين يمشي؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا، هذا هو السؤال المطروح حاليا لنادي الكدية في الظرفية الراهنة. طبعا حملة التبرع مهمة جدا وحملة جيدة يقوم بها الشارع وتقوم بها الأوساط الرياضية والأنصار، هذا مهم للنادي، هذا أنصار وقاموا بحبلة حملة التبرع، هذا مهم ونأيده ومهم للأندية كاملة. يقير ما دام هذا اللي يعد معدله نادي جاهه ما تنشاف عليه، ينعد معدله نادي اخر ما عنده اي موارد بطوله الدوري الوطني. نحن عندنا عديد الانديه بطوله الدوري الوطني يعانون، ما قطعوا عدلوا اي حمله تبرع، غير حياتهم ماشيه طبيعيه ولا عندهم اي دعم من اي جهه. لكن هنا نحن نتحدث عن نادي الكدية، نتحدث عن نادي مدعوم بالفضه، هاي الفضه نقول لي نعرف منين تمشي 25 مليون منين تمشي. على اي حال نتحول من هذه النقطه الى نقطه اخرى. طبعا هذا البرنامج كان سباق لزياره مدينه زويرات السابق يعدل لها ملعب، كشفنا النقاب عن الواقع مدينة زويرات. لنشاهد في تلك اللحظات منذ قرابة 3 سنوات أو 4 سنوات ما أعتقد هذا البرنامج زار مدينة زويرات، ملعب زويرات كان في هذه الأرضية، كان بهذه الطريقة لارك، هذا ملعب زويرات كان بهذه الطريقة، مزلين نشوف لقطات منه طبعا، كان بهذه الطريقة لارك، هذه مباراة جماعة بين تفرق زينة ونادي الكدية في الشارع حكما، هذا هو كان ملعب زويرات، هذا فريق الكدية، الملعب ذا هو وضعيته الراهنة،
كانت في السنوات الماضية، نحن نتكلم عن 3 سنوات، هي لقطات حصرية على برنامج مرابط أون سبور، ما هي موجودة عند أي برنامج آخر. هذه كانت المقصورة، هو المدرجات، مدرجات ملعب كانوا ذنبتهم، كانوا ذنبتهم ورك الظرف هي ورك هي راعوا فيها بالصيف الظرف، وذمن الدعم كنت تجبره، كنت تجبره نفس المبلغ، ما تغير نفس المبلغ كان تجبره من السنين. هذا هو ملعب، كان ملعب سلطنا عليه الضوء، ملعب زويرات اللي له 3 سنوات ولا 4 سنوات ما أعتقد، لكن هي صور حصرية على هذا البرنامج. هذه هي وضعيته اللي كانت عبارة عن درق بشمل الأحجار. طبعا بعد مرور سنتين أو 3 سنوات على ذي اللقطات والله ورا ذاك بعد تم بناء ملعب لمدينة زويرات بمواصفات أكثر من رائعة، واحتضن مباراة المنتخب الوطني الوحيد هذا الملعب، تحول إلى هذه الساحة الخضراء، ملعب جميل بدون أي مجاملة. هذا ملعب مدينة زويرات. جاءت زوبعة طيحت القفارة الفوقانية، طاحت ودقدق من كل جهة، حتى اللحظة مازال نفس الظرفية، ما جبر حد يردها، ما جبر حد يبنيها، ما جبر حد يدير لباط بركاية واحدة لا يردوا. جاءوا المسؤولين خرصوا خاوتوا ماشي. جمهور زويرات ما سمي حد، هذه ظروف، هذا واقع مؤسف ومشين يعيشه نادي الكدية اللي مدعوم من أكبر شركة في البلاد. أنا ما قد نقول لكم أنا ما قصرت معاكم، والله قصرت، هي تعطيكم 25 مليون من لوقية. ما قد نقول لكم عن رجال أعمال في الزويرات ما يعطوا فوضتهم من نادي الكدية، ذا منين يمشي؟ هذا هو السؤال المطروح بدل طبعا من تلواد دقديق بيسات والله تعدال أي شيء، والله حملة تبرع الشراء حافل الكدية. كدي نتمنى أن نشوفوه بمقره، نتمنى أن نشوفوه بحافلاته، نشوفوه بأكاديمياته، نشوفوه بمعداته، نشوفوه بلاعبين، نشوفوه بكل شيء. هذا نتمناه ونتمناه لكل فرق بطولة الدوري الوطني. نحن لا نهاجم أي جمهور، نحن نهاجم المسؤولين فقط، نوقفهم على حقائقهم. هذه هي حقيقة نادي الكدية في الظرفية الراهنة. حتى رجال الأعمال في الزويرات منهم اللي كان يعطي فوط وقف قال عنه ما تعاطش. هذا واقع مؤسف، هو حال الأندية كاملة المنهار الفضل يوكلوا المسؤولين. هذا واقع ما عليه، ما في حد قد يجاهله. وفي برنامج رابط أون سبور نحن لا نتجاهل شيء، ما نجاهله شيء، هذا واقع، هذه حقيقة، هذه معطيات تجسدت على أرض الواقع. على أي حال البعض يقول بحادثة الزويرات الأخيرة الحافلة بأنها افتعلت على وسائل التواصل الاجتماعي. شخصيا لا أوجه أي نقد لأي جمهور إطلاقا مهما كان، كما فعلت مع مدينة الزويرات فعلناه مع كيفا، فعلناه مع كيهيدي، فعلناه مع روسو، فعلناه مع كل مدن الداخل نقوم بزيارتها ونقوم ب خاصة المنشآت الرياضية هي أهم شيء نركز عليه. إذن هذا هي آخرة حافلة أفسن وديبو. إذا مشاهدي برنامج رابط أون سبور نتحول مباشرة في هذه اللحظات من طبعا الكيدية ومدينة زويرات. طبعا أكن كل احترام لكل ساكنة مدينة زويرات ولكل جمهور نادي الكيدية، لكن فيما يتعلق بالإدارة والمسيرين هذا واقع مزري لا نرضاه. نحن لا نتحدث عن نادي جاهة، ولا نتحدث عن نادي توجوني، ولا نتحدث عن أي نادي مغمور، نحن نتحدث عن نادي مدعوم. ما دام ناديا مدعوما حاله كحال نادي الشرطة الوطنية، حال الجيش الوطني، حال الحرس الوطني، هذه أندية مدعومة. يلا تعود معداتها جاهزة، يلا تعود واقفة، يلا تعود تانتريني غالبها تشري كيس من الماء بالفوقية. هذا غير مقبول خاصة مع نادي مدعوم. بدل من توجهوا النقد لوسائل الإعلام وجهوه لإدارتكم، وجهوه للمسؤولين، وجهوه لرجال الأعمال، وجهوه للظرفية الراهنة في مدينة زويرات، حالها طبعا كحال كل مدن الداخل وبدون استثناء. إذا مشاهدي برامج رابط أون سبور نتحول إلى ضيف حلقة الليلة، رئيس نادي رئيس اتحادية الموريتانية للكيك بوكسين علي الشيخ والحنانة. مرحبا بك علي الشيخ والحنانة برنامج مرابط أون سبور. لكن علي الشيخ قبل ندخل معك شوي في موضوع الكيك بوكسين، لهي نعرض لقطات شوي من الجمهور دائما سواء على مستوى نوادي والله مستوى الزويرات والله مستوى مدن الداخل. هذا هو حاله بالون موريتانيا، هذا بيتها جمهورها ما يضبط اعصابه اطلاقا. هذا اي فريق انقلب يقول لك الحكم، يقول لك عدلنا ما عدلنا. شوف جمهور نادي سليم كاساتو مدينه الزويرات، الحكم بعد انتهاء المباراه قاموا واعدينه لمشاهد مخرج كيشي مو بري سيف سيف على ورينا سيف خليه معناك خليه يجي سيف
مدينة في العاصمة الاقتصادية نوادي بو، هذا حال كل مدن الداخل، الجمهور هكذا. نحن هنا نزرع ثقافة تشجيع، ثقافة الروح الرياضية ما للجمهور، انقلبت ما انقلبت الروح الرياضية تم حاضرة، سواء كنت في وجه لوجه مع الإعلام أو وجه لوجه مع الخصوم. وجهوا سهامكم، وجهوا حجارتكم والحجارة والطوب، وجهوا إلى المسؤولين. هؤلاء المسؤولين يقبضوا فوضكم ويوكلوا فوضكم ويخلوكم تمشوا تطلبوا الصدق النادي، هذا مهم. أنا نعود نبقي نادي نمشي نلود له الفوض بأي حيلة، بأي حيلة، هذا شرف. يقير مولي نعود عندي مسؤولين نعطاهم الفوض وتجيهم دعمة بها، هؤلاء المسؤولين حاسبهم. فوض نادي منين؟ أهم خالق فوض النادي منين؟ نادي يقدم أكثر مردود أكثر من رائع، بطولة الدوري الوطني النسخة الماضية حل وصيفاً، اليوم يقدم مردوداً أكثر من رائع، سواء في بطولة الدوري الوطني أو في بطولة كأس رئيس الجمهورية. هكذا يجب أن تكون الجمهور أو الجماهير، هكذا يجب أن تشجع الخصوم وتشجع النادي الخاص بها، وأن تحترم أيضاً الخصوم وتحترم جميع الجهات، وأن تحاسب المسؤولين إذا كانت هناك أي شاردة وواردة. هذا هو الدور من الجمهور، والبرنامج هون ما هو ملم الحد أسوأ منه. لا أفسي نواديبو، لا الكسر، لا الكونكورد، لا الاتحادية حتى، لا أي حد ما نملم الحد في البرنامج. هدفنا واحد، هو الرياضة الوطنية على أنها تتقدم أكثر وأكثر. نعرف عن قوة تكمن في بطولة الدوري الوطني، حد له يبني ما بنى بطولة الدوري الوطني لن يبني إطلاقا. علي الشيخ، بعيدا عن كرة القدم، كينج بوكسي، الكينج بوكسي رياضة شاهدنا في الفترة الأخيرة تطورت حديثا، خاصة في السنتين الماضيتين. قبل أن أتحدث معك لنشاهد لقطات طبعا أو ملخص صغير عن رياضة الكيك بوكسينج، لنشاهد. الشيخ، أين كنتم وكيف أصبحتم من خلال الفيديو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا واضح من الفيديو منين عدنا. كنا في وضعية صعبة، كنا في وضعية مزرية، واصبحنا الحمد لله في وضعية مقبولة. عندنا أكبر قاعة للرياضة مغطاة في موريتانيا بمواصفات عالية، عندنا الماتريال، عندنا الورينج، بطولتنا يحضرهم أكبر كم من الجمهور الموريتاني، مشجعين الرياضة عادوا ياسرين، ممارسينها عادوا ياسرين، حضور الرسمي جيد. آخر أربع بطولات نظمناهم يحضرهم الوزير الأول ومعه تقريبا نص الحكومة، الجمهور يحضر بالألاف. نحن البطولات نكرو لهم 1500 مقعيدة، سابق جو ضيوف رسميين عدونا تضايقوا لهم قاعدهم، بنا الحمد لله نسبة الحضور. إقبال يعني فيه إقبال؟ إقبال عليك. إقبال الحمد لله من الشباب، من الصغار، من النساء. الآن نساء تمارس رياضة الكيك بوكسين. طيب هذا اللي وصلت له، وصلت له أنتم والله دعم من خلال دعم وقدم لكم. جايك بالتفاصيل؟ تفضل. بدأنا احنا كشباب، جاد علينا الفكرة مقتنعين بها وقنعنا بها ياسر من الشباب، وانشأنا اتحادية، خرج لها الترخيص الأخير 2014، انتخب مكتب تنفيذي جديد، أنا هو رئيسه، معايا لا شباب مالي ايضا. عانينا من ياسر من المشاكل، عانينا، ظروف كانت صعبه. بعدين التقيت رسمي مباشره برئيس الجمهوريه، شرحت له الفكره، جبرته مباشره، شرحت له الفكره، شرحت له للرياضه،
قبلها واعطى اوامر مباشره بمساعده هذه الرياضه، وتم التنفيذ عن طريق الوزير الاول يحيى والحدامي، المهندس يحيى والحدامي، ووزير الشباب والرياضه انذاك محمد الجبريل. بنيت القاعه على تكلف بتمويل من الدوله الموريتانيه، معدات اللي نقر القاعه بتمويل من الدوله الموريتانيه، ووصلنا لهذه المرحله. البطولات الفايتين اربع نسخ لحد الان نظمناهم من بطوله كاس رئيس الجمهوريه هون في موريتان، شاركت فيهم دول يعني رائده في هذا المجال، منها المغرب. كيف المغرب اكبر، معناها هي اكبر دوله في العالم عندها ابطال عالم، هي تصنيفها العالمي شيء هو الثاني، شاركوا في ابطالهم هون وكانت المنافسات جيده وربحوا ابطالنا وربحوا نحن هم هون. اخر مشاركه لنا كانت بطوله افريقيا التاليه، اخر مشاركه اللي ما اعتقد فاز فيها على بطل افريقيا، ما اعتقد لا ذيك بطولة افريقيا شاركت فيها في المغرب. الان هذه بطولة النسخة الأخيرة نظمت في موريتانيا فيما اعتقد، نظمت في موريتانيا فيما اعتقد، نعم ذيك النسخة الرابعة، نسخة سنة الفايتة، نسخة سنة 2018 التي نظمت هنا في نواكشوط في قاعة 28 نوفمبر. الان امامكم البطل يحيى المعمات، وهذه اول مباراة تنظم في موريتانيا، معنى مباراة احترافية، اول مرة تنظم في موريتانيا في حلبة، في حلبة موريتانية تحت قاعة موريتانية، الحكام كانوا بين موريتانيا والمغرب، مشيهم للاتحاد الدولي. فاز بها البطل يحيى البعمات في وزن 69 كيلوغرام للبطل بطل افريقيا السنغالي فامارا توري، هذا بطل افريقيا فامارا توري، فاز عليه بالضربه القاضيه. كانت مباراه على مستوى عالي، وكان تفاعل الجمهور معها تفاعل كان جيد، وهذه المرحله ما وصلنا لها ما هو بالتعب وبالشغله وبالتدريب. هاو الشباب بدأوا هذه الرياضه من هما من عمر 15 سنة 14 سنة الآن، هذا البطل يبلغ الآن 23 سنة، هو بطل، هو بدأ معكم عنده 15 سنة، بين أنا عنده قاعد 12 سنة، 12 سنة عنده 12 سنة. طبعا هذه مباراة معناها مستواها كان مستوى أول مرة ينشاف في موريتانيا بهذا المستوى، وكانت شاهد الضربة القاضية فيما أعتقد في اللقطة. طبعا كانت ضربة قاضية بحضور الجماهير، طبعا هذا بطل إفريقيا ما قد يوقف قاعد، اضطر الحكم لإنهاء المباراة. بطل إفريقيا جابر مع شاب للواحد في جاد عليه راه وقفوا بعد المخرج نشاهد اللقطة. طبعا شو الضربة، هي الضربة القاضية ما حرك منها، ما حرك لين يتقدم لقدام الدور يضحك عنه ما قد يقوم قاع واجن عليه لا يعود وقفوا هذاك. طبعا هي تبقى رياضة، هذه رياضة تبقى رياضة، وتخلقوا فيها الضربات القاضية وخلقوا فيها الإصابات وتبقى رياضة عادية. هذا هو البطل الحالي عندكم مارك، هو يعتبر من هذا هو خيرة اللاعبين، هذا هو أفضل لاعب عندنا حالا، وهو الآن جازوا البطولة العالم في الأردن، بطولة العالم للأندية معدلة في الأردن. جاتنا دعوة رسمية من الاتحاد الدولي الواكو وورد أسوشيشن أوف كيك بوكسينغ. بقدر النقطة مهمة عندي، النقطة نبقي نتكلم نبقي نسولك عنها شوي. النقطة في بطولة منظمة فيما أعتقد وقدمت فيها دعوة لكم، من درى لنطرح هذا السؤال نعرف عنه قد عود وارد، لاحظت على أنه هون رياضات دائما تجبر دعوات للبطولة المشاركة في بطولات خارجية، وتقولها الوزارة أنها لا ما عندها بيات، إذا خالي والله شيء والله ما خالي، ثم تأثر من الحكم والله ما الحكم، هذا يلحق جميع الاتحاديات كانوا مطبق عليكم أكتم، ما كانت شاركوا والله ما كانوا مشاركين، نحن ما نعرف أنه كانوا مشاركين مالكم. ما هي تقول تعود وزارة شباب الرياضة ما عندها ذنب فيه، لأن هي الدولة الموريتانية ميزانيتها قاع ما فات انطرحت وإكزيكيتها ما فات عاد أي وزارة تصرف من ميزانيتها. وانتم شاهدت نحن نمشوا لويت نورمال نمشوا لسانيك مارس كما ما فتو ما فات الوزارة جيتوا ولا ما جيتوا؟ الوزارة مشينا لنا ملف متكامل وطلبوا مشينا لنا لشهر ونص تقريبا ولا فات جاوبتكم؟ ما فاتوا جاوبونا وزينا نشوفوا فهمني. هي المشكلة هون ما هي مشكلة الوزارة، مشكلتها هي مشكلة مشكلة السيستم كامل. الوزارة تقعد ما عندها ذنب فيه، ما في أي وزارة حالة في موريتانيا تصرف ولا تدعم، لأن ميزانية الدولة الموريتانية هذا هذا منتخب ماشي لا يمثل البلد، هذه طرحنا مشكلته، هذا منتخب ماشي لا يمثل إرجانس البلد، ما في هذا منتخب وطني لا جابر دعوة للمشاركة بطولة العالم. ولنعطيكم نوضح لك صورة، نحن بحكم علاقتنا مع رؤساء الاتحادات سيرتو الاتحاد العربي والاتحاد الدولي، عدنا علاقات جيدة مع الاتحاد العربي اللي رئاسته عند الإمارات، ومعناها الاتحاد العربي هو القابو أنشرج المنتخب الوطني الموريتاني كيك بوكسين في الأردن، قبلنا انشرش سكننا تنقلاتنا ما نزاقلين فيه شيء، دور الالبيات دور الالبيات نمشي شهور تمارك الوزارة طالبين عندهم الالبيات طالبين عندهم الالبيات ماكم طالبين عندها سكن ولا وكيل ولا اشراب ولا لا ماوشي
طالبين معهم شرط طالبين عند هذا راجين فم امل عن يقدر يدخلوا الاتحادات. هذه مشكله الاتحادات كامله. الاتحادات كامله اللي تعود عندهم مشكله مع الوزاره ما يقدروا يعلنوها في الاعلام ما يقدروا. ثم اقول لك عن الوزاره ويلمع الوزاره ولمع الوزاره هو تعود الخبطه والعضه فيه. نفس الشيء ينطبق على رياضه الاندبول كره اليد لا ينظموا بطوله وارك لا يجيو 10 دول ولا تنظم موريتانيا حتى اللحظه ما زالت الوزاره طيب تخلي تمرك. خليني نوضح لكم فكرة تقعد انت ناسي عنها. تفضل. وضعيه البلد حالا وضعيته السياسيه اللي واضحه للناس كامله واللي فيها الناس كامله. نحن الحمد لله ما الرياضه في العالم كامله تتاثر بالسياسه ونحن لا من العالم. هي الرياضه كامله الرياضه في العالم كامله تتاثر بالسياسه. نحن وضعيه البلد سياسيا وضعيته اللي فيها وضعيه واضحه للناس كامله لان البلد في حاله تغيير. وطبعا هذا تغيير ضروري تاثر بالناس يعني. كامله انتقال سلطه شخص اخر ولا اشخاص اخرين دونك هذا اللي يتاثر بكل شيء والرياضه لا من كامل طبيعي. دونك احنا ما منتقدين الوزاره ولانا قالين عنها ما بيتوفر لنا بيات لان احنا واضحنا عن الوزاره قاعده ما عندها شيء تصرفوا حالا. تاع الوزاره يعطينا بيات من هنا الوزاره حالا راك تعطيني بيات هي تقول للرياضات امشوا انتم السلف وين تفوتوا تقيسوا البطوله وتوفوا وترجعوا خلصوكم ولا عاد احنا ما عندنا حد يسلفنا. نعطيك مثال احنا ما عندنا حد يسلفنا وما كنا مشاركين بعض احنا نقولوا ما شاركوا بطوله العالم احتمال كبير من درا انتم ما كنتوا مشاركين في البطوله ايش ليه تقولوا الاتحاد الدولي فاهم ظروفنا شرحناها له وفاهمين ظروفنا فاهمين عنا اتحاديه ناشئه فاهمين عنا في دوله تقعد ما عندهاش امكانيات صرفتها للرياضه. انت يعطيك مثال اكبر اتحاديه جابره دعم من الدوله اتحاد كره القدم راعيها لا يتعدل هذا تطلب من الناس حمله تبرع للناس تعطيها الفضه راهي تصرف اتحاديه كره القدم راهي لك ما تصرف عن طريق الوزاره اتحاديه كره القدم عندها كونت تصرف منه تموت للدوله تصرف منه اللي هو الفكاس تصرف منه مباشره الوزاره ما تعطيها سيفونسيون ما عندها بها علاقه رسائلهم لا يمشون يجوا الوزير الشباب والرياضه الله وزير الشباب والرياضه تعدلهم ترانسميسيون شوروز المالي قبل الفضاء ما عندهم مشكله. دونك هي اكبر اتحاديه مدعومه في موريتانيا راهي تطلب الفضاء دور عن المواطنين يعطوهم الفضاء معنا نحن قاعد اخبارنا احنا ما جابتنا قاعد الكزانه احنا ندوروا 400 ولا 5 شاركوا بمنتخب وطني ليه يرفع رايه موريتانيا. هذا يردنا لاش هذا يردنا عنا الفوق لابد ان نرجعوا لاستراتيجيه الرياضه مع عند الراس احنا دوله ما عندنا امكانيات. لنعطيك مثال تفهم به شنو هو مشكله الرياضه الجماعيه في العالم. اكبر دول في العالم الولايات المتحده الامريكيه الروس الصين عندهم امكانيات عندهم الكادر البشري عندهم كذا سكان عندهم المواهب عندهم كل شيء. فيهم واحده قد قبضت بطوله في العالم فيهم بحكم معرفه تكتب رياضه طيب فيهم واحده حنين حنشرح لك هون الفكره حنين نشرح الفكره مهمه توصل لان اهتمام الدوله بالرياضات المائيه مكلفه اللي ابطال موريتانيا قد يجيبوا فيها بطولات عالم هذا مهم يوضح لان هذه دول كبيره وعندها امكانيات ما اهتمت كاع بكره القدم ما رقتها في شيء يا غير خرس نتائجهم في الاولمبياد ما يقدر تجبر الولايات المتحده امريكا الروس يتنافسوا على المراكز الثلاثه والصين تجبرهم يتنافسوا على المراكز الثلاثه اخبار البرازيل اخبار المانيا ما عندهم بهم كاع علاقه ما يقدروا يتنافسوا معاهم. لنعطيك مثال اخر في دول قد نحن تقريبا في امكانيات اثيوبيا كينيا جامايكا مركزين على الالعاب الفرديه خرس كيفاش معدلين فيها صحيح موريتانيا رصفت على كره القدم كافيك بولت كا بولت واحد ومشجع جامايكا رجاج واحد مشجع جامايكا مشيع جامايكا كنا ما في حد يعرف جامايكا يعرف جامايكا كل حد يعرف جامايكا من خلال شخص واحد شخص واحد دونك هذه الفكره نختاروا احنا نوصلوا للمسؤولين عن الرياضه والمسؤولين عن البلد لاهتمامهم ونبشرهم هم اللي عن البلد فيه المواهب بحكم خبرتي وشغلتي في الميدان فهمتني انا بحكم خبرتي وشغلتي في الميدان كل 10 اطفال ناخذ منهم موهبتين وهذا رقم هائل ما نعرفكم انا نشرحه لك لان هذه الدول الاخرى كل 100 شاب توخى منهم موهبه واحده. دونك نحن عندنا شباب موهوبين عندنا الخامه البشريه الموهوبه القابله لانها توخل شور العالم وتعود عالميه وتمثل موريتاني باحسن طريقه وباقل تكاليف لان الرياضات الفرديه ما تحتاج تكاليف الرياضات الفرديه تكاليفها بسيطه لاعب يحضر يمشي شور معسكرات تدريبيه شور جميع الاجيال الفئات السنيه ايش عندكم عندنا جميع الفئات العمريه يشير كامل بدا يحسب معناها شفت هو التست معناها هو الرياضه بالنسبه للتركة سي ليديكاسيون معناها تربيتهم اولا والانضباط والاخلاق هذا يتعلموا في الرياضه بعدين يلحقوا مرحله الاشبال. نحن عندنا البطوله الوطنيه للاشبال عندنا البطوله الوطنيه للشباب عندنا كاس رئيس الجمهوريه عاد تنظم فيها مباريات احترافيه وتشارك فيها دول رائده في هذا المجال. دونك نحن وصلنا للمرحله مهمه جدا لهذه الرياضه في البلد. دونك هذه المرحله اللي احنا فيها درك مجهودات نحن ولا الناس اللي معانا ولا الناس اللي دعمتنا ما تقدمنا احنا ما يزينا شيء ما تم الدوله عارفه للرياضه شيء بدات طبعا بناء هاي القاعه الكبيره اللي رايها الناس كانوا تراعي فيها منظمه في بطوله هذه حلبه على مستوى عالي حلبه دوليا نقدر نضم عليها بطوله العالم ما عندنا مشكله
قلنا لهم عليه بطولة إفريقيا، قلنا لهم عليها أي بطولة نبغاها نضمها. موريتاني الآن عضو في الاتحاد العربي، عضو في الاتحاد الإفريقي، عضو في الاتحاد الدولي للكيك بوكسين، عضو في الاتحاد معناها World Association of Kickboxing Organization، عضو في الاتحاد الدولي للماي تاي اللي هو الإفما. نحن بدأنا نطمح لأن نعود ننافس العالم، حد يطمح لأن ننافس العالم. لابد في نص الطريق. نحن نعتبر روسنا قاعد لهم مطلع على الأولى بالمقارنة مع ناس الأخرى اللي رائدة في المجال. نعتبر روسنا قبلنا المطلع على الأولى وعندنا طموح عن هذه الرياضة نرفع راية موريتاني في أكبر محافل دولية واللاندور نوصل والأمة اللي والله نعقبه نفرق دونه باللي أنا والشباب اللي معايا نحن ما نعرفه ما هو ذا ما نقدر نروح له ذا ما هو ذا نعرفه لا الرياضة نقدر نروح له لا فيها هي ما نقدر نتيفه نحن ما نعرفه السياسة نحن ما نعرفه ما هو ذا الرياضة كنا نعدلوها بظروف صعيبة ورك عدنا نعدلوها بظروف لا بأس بها أو نقدر نقوله جيدة الحمد لله. طبعا هذا فضل دولتنا وفضل على ان هذا الرئيس اللي جينا وشرحنا له الفكره واقتنع بها ودعمنا دونك راجين عن ذاك الدعم تم متواصل وامنيتنا عنه قاعد لا متواصل به اللي هذه الرياضه فاصله فيه وهو الشباب الين يتموا ما يشاركوا في بطولات ولا يعد لهم بطولات منين هو التحفيز ومن الرياضه اللي يفهمونها اش اللي يقيسوا ما نعرف شباب مدربين احسن تدريب اخلاق عاليه اولاد موريتاني لين ما يعودوا يحفزوا ويقيسوا البطولات ويشاركوا في يورو فرايد ومطمحهم لهذا ومطمحهم شيء اخر وما يدروا فضله. نعطيك انا المثال اطرحه لك بكل بساطه هو احنا رياضتنا ما هي الرياضات الاخرى رياضتنا رقاش ينبط على التقييم من اجل يرفع رايه موريتانيا نطرحها لك بكل بساطه. هذا هو الشرح المباشر ما هو رقاش دافع بالون يخبطها تدخل ولا ما تدخل ما هو مهم ما هو مو معطوب هذا في الشرط دونك هذا رقاش مضحي براسه من اجل انه يرفع رايه موريتانيا وما جاب عليه فضله ما معطيها له شيء. شوفوا اللاعبين اللي في المنتخب الوطني اللي لحقوا المستوى العالي في الاحتراف ما يجبروش لانه مو عندنا طولهم دونك معنى ان هذه قناعه دونك هي المساله هنا مساله قناعه هاو شباب مقتنعين بهذه الروايه لو كانوا ما مقتنعين به لين تعدل الصف من الموريتانيين وتجي فيهم خبطه واحده من كيك بوكسينغ ما يبقى حد منهم هي مشكلتها كاع خلاط في اليدين والكراعين خلاط في اليدين والكراعين والركابي والمرافق هي كل شيء فيها دونك هي رياضه قتاليه حتى الماي تاي فيها مرافق هما رياضتين ياك نعود نوصل لك فهم كيك بوكسينغ وفهم ماي تاي فهم فول كونتاكت فهم صافات فهم فورماس هما انضباط فهم فنون قتاليه مختلطه اللي تعدل في الكاش تعدل في الكيش ينفر عليهم كاش هذوك اللي ينفر عليهم كاش ام ام اي معناها ميكس مارشال ينفر عليهم كاش ينفر عليهم كاش قال لا واحد يستسلم والله ينقلب والله يوكاوته وما يقدر هذا من طريق خلاص ما يقدر يهرب ونقفل عليه ما يقدر ترى ملي شفت احنا كم حاجه اللي عنده لا تخلع ملي المشاهدين احنا ندروا نشرحوا للناس ان هذه لا رياضه لان الحمد لله يوم شافوا اولادهم شوف راعيهم يعدلوا مباريات احترافيه في موريتاني ويقلبوا ابطال معناها ابطال عندهم خبره وعندهم يعني عندهم مستوى عالي جدا كيف هذا بطل افريقيا اللي حاضره له الناس كامله قاعد له الوزير الاول واربع وزراء وزير التعليم العالي وزير وقدر من الوزراء فهمتني وزير الشباب والرياضه قاعدين ذا كامل شافوه هذا عمل القوة موجود ملموس على أرض الواقع يلا يستمر هذا العمل يلا يستمر ويلا يتم ماشي إلين يوصل هذا الشباب مرحلة مهمة لنعطيك مثلا نوضح لك فكرة هون مهمة هاو الشباب اللي شاركوا بطولة العالم المدربين ماشي احنا ماشيين مدربين حكام ومقاتلين معناها دي كومباتان دي كومباتان اللي يعودوا سيرتيفيا او نيفو انترناسيونال المدربين اللي يجبروا شهادات دولية الحكام لا يعودوا حكام دوليين معناها الاتحاد الدولي قد يستعان بهم ويعدلهم هذا شغله حتى الاتحاد حتى تعدلهم شغله هاو مولي شباب من خيرة شباب موريتاني جاء فرناشحين في قرايتهم يقراوا في الجامعة والله اللي منهم عدى البك ما فيهم واحد شاذ ما فيهم واحد يكمل ما يشم سجاريت ما فيهم واحد قد تجبروا عقب العاشرة واعي يعني الانضباط وشباب يعني خسارة لأن هذه الرياضة ما تندعم لين يوصلوا هما للمراحل اللي قدوا يوصلوا بها شباب اخرين لا يستلموهم عندهم مدربين عندهم حكام يوصلوهم المرحله من الاخرى زي من ذاك المؤسسات التجاريه ساعدوك والله قطوا ساعدوك لا مؤسسات تجاريه رجال الاعمال ما يعنيهم مؤسسات تجاريه ذات طابع ربحي السيستم دو سبونسورينغ ما فهمتوا كاع ما مركتوا في شيء ما يعنيها كاع نعطيك مثال بسيط موريتالو هذه الشرايك الكبار انت تعرف نستاتيهم وفي كونتراتهم اللي موقعين مع الدوله عن فيه نسبه من الربح يالته تخصص لرعايه الشباب والرياضه والثقافه يقرضون من مراقبوا هما فهم في كونتراتهم مع الدوله الموريتانيه التراخيص اللي نعطاو لهم فهم ماده تنص عن فهم نسبه من الربح انها تمشي الدعم شباب والرياضه والثقافه هما الدعم يعطوه حسب ذوقهم حسب الوساطه اللي تجيهم حسب ذاك اللي يعدلوهم ومرات قاع ما يعطوه وبدي ما فهم حد مراقبهم حد فرسيهم على انهم يعطوا هذا الدعم هذه المجالات المهمه مده بلا شباب وبلا رياضه وبلا ثقافه ما هي مده قاع
صحيح. احنا شنو هما؟ احنا ثقافتنا ثقافه الحسنيه مسجله باليونسكو باسم الصحراويين. احنا ما قلنا لكم كل شيء خلوه. حتى احنا هذو الشرايك اللي يقبلوا فوضى موريتانيا يمشوا بها يا لطهم يفرصوا لانهم يدعموا الرياضه. يدعموا الرياضه. وقد يفرصوا ما اكبر من قد هذا، لان هذا في الكونترا اللي وقعوا معاهم لين عطاولهم تراخيص. الشرايك الخصوصيه البنوك هذا ذات كلهم ذات طابع ربحي، السبونسورين قاع ما هم فاهمينه ولا هم مارفين في شيء. دونك لا ان انت تدب علاقتك بحد منهم يقدر يسبونسوريزي، لا انت تدب لا علاقه انت الشخصيه بحد منهم. السبونسورين قاع ما هم فاهمينه والرياضه ما هم فاهمينه. الشيخ الوقت ضاق علينا، عندك طبعا 30 ثانيه تقولنا فيها تختمنا فيها، الوقت ضاق علينا. طبعا انا ما اعطيتوني قاع الوقت لان حاصرتوني بكره القدم ومشاكل كره القدم. عادي نعقب خاصه لك ان شاء الله. احنا الكيك بوكسينج حلقه ان شاء الله خاصه بالكيك بوكسينج، لا تخصصونا حلقه نطرحوا فيها مشاكل الرياضات القتاليه والرياضات الفرديه ونشرحوا للمسؤولين معنا شنو الرياضات الفرديه. وعد مني ان شاء الله. دونك انا من هذا المنبر اشكر قناه المرابطين اللي وفرت لنا هذا المنبر نوضحوا فيه بعض من الامور للراي العام والرياضيين المهتمين بهذه الرياضه والرياضات الاخرى. يا غير نبقى نوجه رسالة هون للمسؤولين عن الرياضة في موريتانيا والمسؤولين عن الشباب الموريتاني عن هذه الرياضة الآن في موقف يعني حساس، ويالتها يستمر لها الدعم لين تشارك في بطولات دولية مهمة. هذو الشباب خاصة مرحلة واحدة من المراك على الأبواب، على الأبواب لحقوا مرحلة الاحتراف لين يلحقوا 30 سنة ما تلاقوا تشاركوا في بطولات. دونك مرحلة مقيسة طالبين عن ذاك اللي التعليمات اللي أعطى رئيس الجمهورية عنها تستمر الدعم هذو الشباب. احنا ندورو قاع اكبر من انا ما ندورو مليار ولا 5 مليون كي اتحاديه كره القدم، احنا ندورو 10 ملايين ولا 15 مليون. ما ندورو قاع نعطونا ندورو نقطعونا بيات، احنا ما ندورو حد يعطينا شيء، احنا ندورو نقطعونا بيات، احنا ندورو حد يعطينا فضل. واضح. التوفيق لكم مستقبلكم ولجميع الرياضات. على ذكر الرياضات مشاهدي برامج رابطون سبور نختم بلقطات اسبوع سباح شارك، وهذه نقطه ايضا اخرى في الاولمبياد، اللجنه الاولمبيه التي ستجري الاخرى انتخابات قادمه ان شاء الله، والتي يراسها ولماه لقرابه 20 عام دائما ما يشارك، لكن نشاهد مشاركه هذا السباح الذي لم ينتظر. هو لقطه اسبوع برنامج مراتون سبور. Zo, iets te vroeg van het blok, ja. Het valt niet mee om goed te starten. Geweldig, wat een geweldig beeld dit. إذا كنا طبعا ذلك السباح الموريتاني تم طرده، ما حنا كاع الناس يصوروا رصاصات. توفيق طبعا لكل الرياضات الوطنية. هذه تحياتي حمود عمر، نلقاكم الأسبوع القادم، وأنقل لكم تحية ضيف حلقات اللي مرة مجرى بطن سبور للشيخ الحنان رئيس الاتحادية الموريتانية الكيك بوكسين. شكرا لك على قبول الدعوة. مشاهدي برامج رابطون سبور الأسبوع القادم في أمان الله.